الو، السلام عليكم. معكم مركز شرطة الاطفال. ولد يضرب اخته، ليش يضربها؟ لا، هذا الموضوع ما ينسكت عليه. تقول نجي نعاقبه؟ تامر امر، بناخذه ونعاقبه ونحطه بحبس، نمنع عنه الأكل والشرب واللعب وكل شيء عشان ما يكون يضرب أخته. حرام. لو سمحتي ممكن العنوان؟ خلاص معروف. اسألي إذا بيعتذر لأخته ولا لا. خليه يقول لها آسف. مو راضي يعتذر؟ خلاص أجل بنيجي ناخذه. لو سمحتي ممكن العنوان؟ أوكي، برسل لكم الدورية الحين. في أمان الله.